أول القبض اللي بيكون من أول 36 دولار لحد 2000 3000 دولار. انا اول مره في حياتي قعدت في فيديو، انا عمري في حياتي ما قلت كلمه غلط، ولا انا عمري في حياتي حبيت الحل المايل ده. انا قايله انا عايزه احترام، انا عايزه ادب، انا عايزه اخلاق، انا عايزه زفت، قايله كل ده. ده انا حتى ما طلبتش بنات مش محجبه، قلت محجبه هتكون محترمه. انا اهم حاجه عندي 20 بنت محترمين، مش 20 بنت مش لابسين. ده كان مضمون كلامي بالظبط.